تحياتي لكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأماكن. كما عودناكم نجوب العالم، نتعرف على دول مختلفة ولكن من عيون مثقفين وفنانين. حلقة اليوم متميزة، سنتحدث عن روما في إيطاليا مع الرسام والنحات الأستاذ ضياء عزيز. ضياء، أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم. أهلا بك. طبعا أستاذ ضياء، روما والنحت والرسم والفن، إيطاليا عامة هي بلد الفن، ولكن دعنا نعود للوراء قليلا عن أسباب الزيارة لروما. هي مش زيارة، هي ابتعاث. إقامة. أيوة، ابتعثنا أنا وزوجتي الله يرحمها ليلى حمزة شحاتة لدراسة الفن في روما سنة 67، ودرسنا هناك 7 سنين، 4 سنين، و ولدت بنتي البكر هناك في السنة الأولى، وعشنا ال4 سنين دي في روما، أو بالأصح في وسط روما، لأن الأكاديمية هي تقع في قلب روما. وكانت 4 سنين، أحلى 4 سنين في حياتنا. يعني كم كان عمرك وقت الابتعاث؟ 20، في حدود 20. أنا تزوجت ليلى الله يرحمها في 19، وكنا هناك 20، وولدت بنتي في السنة الأولى. يعني أستاذ ضياء، دعنا نعود للمملكة العربية السعودية وقبل الخروج للابتعاث لروما. أسباب هذه البعثة كان وراءها ماذا ومن؟ كان لي نشاط فني على مستوى طلابي، مستوى محدود، يعني مستوى الطلاب المدارس. ولكن هذا المستوى أو هذا النشاط، الحقيقة في ذيك الأيام أنا كنت أدرس في مدرسة اسمها الثغر، مدرسة الثغر النموذجية، وكانت هي مدرسة ينفق عليها الملك فيصل، وكان في كثير من الأحيان نحضر الحفل النهائي هو نفسه شخصيا، وكان يحضر معه وزير الوزراء، ومن ضمنهم وزير التعليم الله يرحمه الشيخ حسن آل الشيخ. وأنا كان لي نشاط فني، فكان واضح النشاط ده اللي خلى الشيخ حسن يقترح على الوالد ابتعاثي لدراسة الفن. طب الوالد ردت فعله عندما علم الموضوع الابتعاث؟ الوالد بالتأكيد كان سعيد وبلغني بالموضوع. أنا كنت يعني كنت أطير من الفرح، لأنه ما كان يخطر في بالي أبدا أنه أنا ممكن أنه كان ممكن أروح أكمل أدرس فن في روما، لأنه المعروف أنه الدراسات العليا بالنسبة للطلبة في ذيك الأيام هي يا هندسة يا طب يا الحقوق، يا أي دراسات من هذا النوع، العلوم، أو يمكن مختلفة كمان، يعني دراسات أخرى في الواقع هي ما بتؤدي إلى نتيجة يعني حقيقية أو نتيجة يستفيد منها الطالب بعد تخرجه في الحياة العملية، وهذه المشكلة احنا يمكن بنواجهها إلى الآن. فلما يعني سنحت هذه الفرصة بسبب الشيخ حسن آل الشيخ، كانت بالنسبة لي أنا أعتقد هذه يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإرادة إلهية أني أنا أدخل المجال ده من الطريق الصحيح. يعني كانت مرحلة فارقة في حياة الفنان ضياء عزيز ضياء. طبعاً. ولكن أستاذ ضياء، السؤال يأخذني إلى روما وهي بلد الابتعاث. هل شعورك كان مختلف إذا كانت أي دولة أخرى غير إيطاليا؟ لا، ولا سيكون نفس أنا الشعور؟ أنا يعني أنا سعدت بأنه هي روما ومش باريس ولا مثلا لندن ولا أمريكا، لأن هم كلهم فيهم عندهم طبعا معاهد وأكاديميات وجامعات وإلى آخره، بالذات باريس. لكن أنا الحقيقة بعد ما رحنا روما وعشنا فيها وشفناها، وبعد كده رحنا باريس وسافرنا ورحنا هنا وهنا، حسيت أنه أنا كنت محظوظ أنه إحنا رحنا درسنا في روما، موفق، وروما بالذات مش فلورنسا كمان، لأنه روما عاصمة ومركز فيها الفن بشكل
بشكل يعني كل شيء. أنا أول ما نزلت روما نزلت كأني نزلت في لوحة. دعنا نأخذ أول ما نزلت روما، كأني نزلت في لوحة، يعني أنا نزلت من الطيارة ومشينا في تاكسي ودخلنا روما ودخلت في لوحة متحركة ذات ثلاثة أبعاد، وعشت في اللوحة دي 4 سنين. أجمل 4 سنوات. أجمل 4 سنين في حياتي، وكل شيء حولي جميل، من المباني للأرض للسماء للطبيعة للناس. سنتحدث جملة وتفصيلا عن هذا الموضوع، ولكن دعنا نبدأ بأول نزولك إلى روما، المكان الذي سكنت فيه، كيف كانت طبيعة هذا المكان اللي سكنت فيه؟ كان مكان على مستوى طلبة، هو اللي نصحوني به هم الطلبة برضو. احنا أول ما رحنا طبعا رحنا السفارة والملحقية وكده، وقابلت هناك طلبة، وكان معايا الوالد على فكرة عشان يساعدني في حكاية انتقاء، يعني يتأكد من موضوع الشقة اللي نعيش فيها والمكان اللي حنعيش فيه، ويساعدني من الناحية المالية يعني عشان شراء بعض الأشياء، لأنه أنا مفروض أنه جاي ومعايا مدامتي ليلى الله يرحمها. فكان يبغى يتأكد أني بدي أعيش حياة تليق بها أكثر مما تليق بي أنا، وهي بنت عمتي هو خالها يعني، فعايز يتأكد أنه هي البنت دي حتعيش في حياة مش حياة طلبة، وإنما حياة واحد طالب، وهي حتكون طالبة برضو بس يكونوا حياة يعني شوية أفضل من مستوى الطلبة يعني. فتأكد من ذلك وعشنا، ولكن الحي اللي عشنا فيه كان حي يعتبر حديث بالنسبة لروما، خارج روما شوية، اسمه تيبورتينا. ولكن بعد مرور سنتين انتقلنا إلى وسط البلد، وسط روما، وعشنا في وسط روما بقية ال4 سنين يعني. الحديث عن الانتقال إلى روما سنتحدث عنه بالتفصيل، ولكن نبدأ مع الرحلة منذ البداية. طبعا اللغة المتعارف عليها هي اللغة الإيطالية، قد تتحدث اللغة الأجنبية وهي اللغة الإنجليزية، ولكنك لا تتحدث أكيد اللغة الإيطالية، كيف تعاملت مع هذا الموقف؟ عدم تحدث الإيطاليين اللي هم على مستوانا، احنا طلبة، احنا مش بنروح ل يعني الآن لو انت تروح إيطاليا هتلاقي الناس مثلا اذا رايحة كبزنس او سياحة هتلاقي الناس اللي هم بيتكلموا معك بالإيطالي بالإنجليزي ممكن، لكن احنا كنا طلبة وعايشين في وسط الناس العاديين، فكنا مضطرين ان احنا نتعلم اللغة لانه ما كان في احد يتكلم انجليزي معنا، فاللغة اللي كنا يعني نمارسها عشان نصل الى اي شيء، حتى لو شراء اي حاجة من المحل او من الدكان او زي كده، هي الاشارة فاضطرينا ارغمنا على تعلم اللغة لانه ما في عندك حل تاني، يعني يا تتعلم يا تضيع، لا توجد خيار. وطبعا رحنا يعني من اول ما عملناه هو ان احنا رحنا درسنا في معهد تعليم اللغه لغايه ما بدات الدراسه، رحنا بدري شويه.